السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في فيديو آخر غادي نديرو فيه تمارين استرداد المعارف. إذن في هذه التمارين الخاصين بالوحدة الأولى، يعني أنا شرحت لكم الدرس الأول في فيديو كامل وشرحت لكم الدرس الثاني في ثلاثة ديال الأجزاء. إذن قبل ما تاني تجي تفرج في هذا الفيديو هذا وتشوفه، خاصك ترجع الفيديوهات بعدها تشوفه، لانه هاد التمارين ديال استرداد المعارف راه الطريقه باش كتحط هي بحال بضاعتنا ردت الينا، بمعنى غنعطيك الدرس تفهمه وكنسولك فيه وكنشوف واش شاد هذوك الدروس ولا ما شاد. اذا في هذا النوع من التمارين غادي نخدمه السلسله هذه ديال الفصل الاول، ومن بعد ندوزو للسلسله ديال الفصل الثاني، وهذه السلسله اللي جامعه كل شيء، ثم الامتحانات الوطنية اللي حديثة بحال ديال 2019 و2018. إذا بالنسبة للسلاسل، هذه السلسلة هذه اللي كاينة هنا راه غادي تلقاوها في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو هذا، غادي نخلي لكم الرابط باش تحملوها تحملوها عندكم وتتبعوا معايا، وتاخذوا ورقة اللي بغى يتبع مزيان ويدير داكشي مزيان فياخذ ورقة ويتبع يوقف الفيديو وكل مرة يجاوب على الأسئلة. حنا غنبداو بالتمرين الأول، إذا غنوريكم هاد السلسلة. هذه هي السلسلة، إذا سلسلة التمارين الفصل الأول، تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية. إذا قلت لكم غادي تلقاوها أسفل هذا الفيديو. إذا حنا غنخدمو هو استرداد المعارف، هذا المكون الأول، التمرين الأول. إذا التمرين الأول فيه أربعة أسئلة هما اللي غنديروهم دابا في هذا الفيديو. إذا السؤال الأول كيسولك بشكل مباشر، تتخصك تجاوبهم بشكل مباشر، من ماذا تتكون السلسلة التنفسية واذكر أدوارها، ثم اكتب التفاعلات إلى آخره. دونك غنشوفو دابا، نبداو بالسؤال الأول. إذا السؤال الأول قال لك من ماذا تتكون السلسلة التنفسية واذكر أدوارها. إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال أش خاصنا نرجعوا؟ نرجعوا للدرس اللي شرحنا لكم. إذا رجعتي للدرس غتلقى واحد الفقرة بالضبط، أنا غنوريها لك، كتحكي كل شيء على هذه السلسلة التنفسية والأدوار التي تقوم بها. هي هذه الفقرة هذه اللي غنشوفوا دابا. إلا رجعتي للدرس كيبان لك هذه القضية هذه، الفقرة اللي مهمة جدا عندي وخاصكم ترجعوا وتركزوا عليها مزيان، لان هذه هي اللي كتلقاو فيها الاسئلة بزاف في الامتحان الوطني وحتى في استرداد المعارف، كنركزوا على هذه اساسا وغنحتاجوها في التفسير بزاف. خاصك تكون ضابط هذه القضية هذه والاحداث التي تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. إذا هاد الفقرة راه كاينة في الدرس ومشروحة بالتفاصيل، وهي اللي غنجاوبو على نجاوبو بها على السؤال رقم واحد. إذا أنا غنخلي لكم المقتطف من الدرس اللي كيشرح هاد الجزء هذا. إذا المرحلة الأخيرة والأهم، هي المرحلة الأخيرة من مراحل التنفس الخلوي، هي مرحلة التفسفر المؤكسد. وهذا لاحظوا معي، هذه المرحلة فهي تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. قلتوا على الميتوكوندريا كيفاش دي؟ إذا على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا تحصل عليه أو تتم عليه مرحلة التفسفر المؤكسد. غادي نشوفوا علاش كتسمى التفسفر المؤكسد. إذا ماذا يحصل على مستوى الغشاء الداخلي؟ لاحظوا معي، هذا هو الغشاء الداخلي. لديكم هنا الفضاء اللي ما بين الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي غير ممثل هنا، هو الحيز البيغشائي، هذا الحيز البيغشائي. ثم في المركز ديال الميتوكوندري لدينا الماتريس. إذا ماذا نجد على مستوى الغشاء الداخلي؟ نجد مجموعة من البروتينات منغرزة في الغشاء الداخلي تسمى بروتينات أو مركبات السلسلة التنفسية، تشكل ما يسمى بروتينات السلسلة التنفسية، وهي عبارة عن نواقل للإلكترونات تقوم بنقل الإلكترونات من معطي لها، يعني كاينش اللي غيعطينا هذه الإلكترونات، إلى متقبل لهذه الإلكترونات اللي غيستقبل هذه
الالكترونات، خلينا نتعرفوه. ثم لدينا كرات ذات شمراخ، لاحظ معي الكرات ذات شمراخ فهي تكون موجهة، إذا عبارة عن قناة لأش بليس الكرات ذات شمراخ، وتكون موجهة، الكرات تكون موجهة نحو الماتريس، إذا الكرات نجدها في الماتريس. واضح؟ سيتم أيضا إنتاج الـ ATP في ماتريس الميتوكوندري وليس في الحيز البيئي الغشاء. إذا غنشوفوا التفاعلات اللي كتوقع هنا على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري. إذا ماذا يحصل فعليا على مستوى أو خلال مرحلة التفسفر المؤكسدي؟ فهو يحصل ماذا؟ أول حاجة كتحصل هي أكسدة أو إعادة أكسدة النواقل المختزلة. ديك ناداش دو اللي شفناها تم إنتاجها قبيلة، وفاداش دو اللي تم إنتاجها خلال مرحلة التأكسدات التنفسية، وخلال مرحلة انحلال الجليكوز يتم أيضا إنتاج جوج ديال جوج ناداش دو، جوج ناداش دو. إذا هادو يتم إعادة أكسدتهما على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. إذا ماذا يحصل؟ أكسدة هاد النواقل المختزلة أو نواقل الهيدروجين كتسمى أيضا، هي جزيئات طاقية. إذا عند أكسدتها تحرر الإلكترونات والبروتونات، تحرر H بليس، هاد H بليس اللي هي نواقل الهيدروجين غادي تطلق لنا هاد H بليس، ثم تحرر الإلكترونات التي اكتسبتها سابقا. إذا الإلكترونات التي تم تحريرها فهي تنتقل عبر بروتينات السلسلة التنفسية، تنتقل من هنا من هنا وتنتقل عبر هذه المركبة وصولا إلى آخر متقبل لها. شكون هو المتقبل؟ هو الأكسجين، ولأول مرة كنشوفوا استعمال الأكسجين، يعني الأكسجين يتدخل لأول مرة، يتم استهلاك الأكسجين على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري وهو آخر متقبل للإلكترونات. واضح؟ فيختزل، لاحظوا معي ماذا يحصل للأكسجين، سيختزل إلى جزيئات الماء. إذا التفاعل الأول أشنو هو؟ هو أكسدة النواقل، أكسدة ناداش دو إلى ناد بليس وفاداش دو إلى فاد. شوفوا التفاعل، قبيلة كنا كنقولوا الاختزال في مرحلة التأكسد التنفسي، كنا كنقولوا الاختزال في مرحلة انحلال الجليكوز، كنا كنقولوا اختزال، يعني التفاعل العكسي من ناد بليس ناداش دو، لكن هنا يحدث تفاعل عكسي. هو هذا التفاعل اللي كاين دابا الآن، هو ناداش دو يتحول إلى ناد بليس وفاداش دو يتحول إلى فاد. فهمتي؟ خاصكم تعرفوا تميزوا ما بين الاختزال والاكسده، راه هنا فين كنلعبوا لكم حنا في الاسئله ديال استرداد المعارف. اذا هذا التفاعلات قلنا هي اكسده ديال النواقل المختزله، والتفاعل الثاني هو اختزال اودو الى اش دوز، هو ليس اكسده اودو، اختزال اودو، لان اودو سيكتسب الالكترونات والبروتونات، وتفاعل اكتساب الذي يتم خلال اكتساب الالكترونات فهو تفاعل اختزال، راه قلناها قبيله ايضا. ثم في النهايه غادي نشوفوا شنو غيبقى. اذا اعيد الاحداث، اذا قلنا يتم اكسده هذه النواقل فتحرر الالكترونات والبروتونات، الالكترونات تنتقل الى اخر متقبل لها اللي هو الاكسجين، يتحول او يختزل الى جزيئه الماء، ويصاحب انتقال الالكترونات، عندما تنتقل الالكترونات منها يصاحبها ضخ ل H بليس، اذا H بليس سيتم ضخه عبر هذه المركبات نحو الحيز البيئي الغشاء، من الماتريس نحو الحيز البيئي الغشاء. فماذا يحصل؟ سيتراكم H بليس هنا فيصبح تركيز H بليس مرتفع مقارنه مع الماتريس، فيتشكل لدينا ما يسمى ممال. ماذا نقصد بالممال؟ اي فرق في تركيز H بليس في الحيز البيئي الغشائي مع ماتريس الميتوكوندري، حيث يصبح تركيز H بليس هنا مرتفعا وتركيز H بليس هنا في الماتريس منخفضا، او بطريقة اخرى pH ممال pH، حيث يصبح pH هنا منخفضا و pH هنا مرتفع، فهو عكسي مع تركيز H بليس، pH هو عكسي مع تركيز H بليس. اذا ارتفع تركيز H بليس فيصبح pH منخفضا، واذا انخفض تركيز H بليس هنا يصبح مرتفعا pH. واضح؟ إذا عند انتقال هذه الإلكترونات إلى آخره، ماذا يحصل عند تراكم H بليس؟ يتشكل ممال، فيعود H بليس عبر المنفذ الوحيد اللي هو الكرات ذات شمراخ، ما عندوش من يرجع إلا على مستوى الكرات ذات شمراخ، فيتدفق عبرها، وتستغل هذه الكرات ذات شمراخ تتوفر على أنزيم يدعى ATP synthetase.
إذن هذا الأنزيم سيستغل طاقة هذا التدفق ديال H بليس ويقوم بفسفرة ADP إلى ATP. يضيف مجموعة فوسفاتية إلى ADP أدينوزين ثنائي الفوسفات، يضيف عليه مجموعة فوسفاتية فيصبح أدينوزين ثلاثي الفوسفات. واضح؟ إذا لدينا ثلاثة تفاعلات تحدث على مستوى الغشاء داخل الميتوكوندري بالتتابع مرحلي. إذا لدينا أكسدة ناد H2 وفاض H2 تحرير الإلكترونات إلى آخره، واختزال O2 إلى H2O. إذا أكسدة اختزال وفصفرة ADP إلى ATP. إذا لدينا أكسدة اختزال والفصفرة، ولذلك تدعى هذه المرحلة بالتفصفر المؤكسد. إذا تفصفر ولدينا تفاعلات أكسدة اختزال هنا. إذا كل ما قلته ودونت لكم بشكل بسيط. إذا الإجابة ديالي أشنائية؟ إذا قالوا لنا من ماذا تتكون السلسلة التنفسية؟ ببساطة السلسلة التنفسية تتكون من بروتينات مدمجة في الغشاء الداخلي. أنا جاوبت على الجزء الأول من السؤال، من ماذا تتكون السلسلة التنفسية؟ من بروتينات مدمجة في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. إذا ما هو دورها أو أدوارها؟ إذا تقوم هذه البروتينات بأكسدة النواقل المختزلة ونقل الإلكترونات، إذا تقوم بنقل الإلكترونات من معطي لها إلى المتقبل له الأكسجين، وضخ أيضا H بلس من الماتريس نحو الحيز البيغشائي، وأيضا فصفرة ADP. هذه هما الأدوار ديال هذه السلسلة التنفسية، والإجابة هي هذه هي مكتوبة لك هنا. إذا باش تعرف الإجابة ها هي اللي مكتوبة هنا، دونك إلا بغيتي الإجابة هي هذه. كنكتب عليك. السؤال الثاني، قالوا لنا اكتب التفاعلات التي تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. إذا في السلسلة في السؤال الثاني قال لك اكتب التفاعلات التي تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا وحدوها لي. قالوا لك سيدي راه أكسدة النواقل، اكتب لي الأكسدة النواقل المختزلة أو نواقل البروتونات والإلكترونات واختزال الأكسجين وتفاعل الفصفر. بمعنى كاين ثلاثة الأنواع ديال التفاعل. إذا التفاعل الأول ها هو على كيوقع على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، أكسدة النواقل المختزلة. شكون هاد النواقل المختزلة؟ أو نواقل الإلكترونات والبروتونات، أو نواقل أحيانا الهيدروجين عند نفس الاسم. إذا ها النواقل هي هذه ناد H2 وبيان ناد H بلس H بلس نفس الشيء وفاض H2، هادو هما النواقل سيتم أكسدتها. غادي نشوفوا التفاعلات لأن المطلوب هو كتابة التفاعلات، ثم اختزال O2 إلى جزيئات الماء. غادي نشوفوا التفاعلية والتفاعل اللي مطلوب الأخير، هادو هما التفاعلات اللي كتبقى على مستوى الغشاء الداخلي تكون هي فصفرة ADP إلى ATP. إذا التفاعل ديال النواقل المختزلة ديال ناد H2 وناد H بلس هو هذا، هذا هو تفاعل الأكسدة، تفاعل أكسدة النواقل. إذا هذه الجزيئة ماذا سيحصل لها؟ ستحرر الإلكترونات والبروتونات، ستحرر الإلكترونات والبروتونات لأن كما قلت الأكسدة هي فقدان للإلكترون. غنشوفوا دابا تفاعل ديال فاض H2. إذا هذا هو ناقل من نواقل الإلكترونات والبروتونات أو نواقل مختزلة، فاض H2 سيفقد الإلكترونات والبروتونات. ثم غنشوفوا تفاعل ديال اختزال جزيئات الماء. الاختزال كما قلنا هو اكتساب للإلكترونات. حتى في التفاعل خصك تفهم هذه العملية. إذا كتلاحظ معايا أن جزيئات الماء هي 1/2 O2 كتكتسب الإلكترونات والبروتونات وتتحول إلى جزيئات ماء، والتفاعل سميته اختزال. ثم آخر تفاعل اللي هو تفاعل الفصفرة. إذا تفاعل الفصفرة هو ADP بلس PE زائد الطاقة التي تأتي عبر تدفق البروتونات عبر كرة ذات شمراء فتتحول إلى جزيئات ATP،
وهذا التفاعل هو تفاعل الفصفر. إذا هذه هما التفاعلات اللي مطلوب كتابتها للإجابة عن هذا السؤال، لأن السؤال اكتب التفاعلات التي تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. إذا الإجابة كيفاش غنكتبوها؟ على الشكل التالي. إذا أكسدة نواقل الهيدروجين التفاعلات ديالها اختزال أوضو إلى جزيئات الماء، ها هو التفاعل ديالها، ثم فصفرة ADP إلى جزيئات ATP. دونك هذه هي الإجابة، وهذا الشيء راه رجعتي للدرس غتلقاني كاتبه لك، راه كما قلت لكم بضاعتنا ردت إلينا. باش تفهم واحد القضية باش تجاوب مزيان خاصك تفهم الدرس، سيرتو في هذه الأسئلة ديال استرداد المعارف، وحتى فين غندخلوا للمراحل الأخرى اللي كتطلب مهارة التحليل والتفسير إلى آخر، راه غتعرف باللي خاصك بالدرس، مهم أنك ترجع للدرس وتفهم التفاصيل ديالو. ندوزو للسؤال الثالث. إذا السؤال الثالث قالوا لنا اعطي التفاعل الإجمالي لهدم جزيئة جليكوز واحدة كليا. هذا مصطلح كليا هو اللي عليه كل شيء. إمتى كيكون عندي الهدم الكلي لجزيئة الجليكوز؟ كيكون فقط في التنفس الخلوي. هذه اللي كتشوف هنا، هذه راه هزيتها من الدرس اللي شرحت لكم باش نبين لكم بان الاجابه راه كتكون من الدرس مباشره، ما تكونش من شي حاجه، يعني انا خصك تفهم لي الدرس مزيان. اذا في التنفس الخلوي كنا كنعرفوه هو مجموعه من التفاعلات تؤدي للهدم الكلي للجليكوز قصد استخراج الطاقه الكامله، وتتطلب هذه العمليه وجود الاكسجين وتحدث داخل الميتوكوندري عبر ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ديال التنفس هي انحلال الجليكوز اللي هي مرحلة مشتركة وتتم في غياب الأكسجين، ثم التأكسدات التنفسية ودورة كريبس تحدث في داخل مطريس الميتوكوندري هي لا تتطلب الأكسجين، والتفسفر المؤكسد هو آخر شيء، آخر مرحلة اللي تحدث على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري وتتطلب وجود الاكسجين. اللي مطلوب مني شنو هو؟ انا هو نعطي التفاعل الاجمالي، وغتلقى في الدرس راني كاتب لك التفاعل الاجمالي ديال هاد الجليكوز كليا بمعنى التنفس الخلوي. اشنو هو؟ هو سي 6 اش 12 او 6 زائد 6 او 2، يعني 6 ديال جزيئات او 2 كيعطي دير واحد الخط هذا، كيعطيني 6 ديال جزيئات من ثاني اكسيد الكربون و 6 ديال جزيئات H2O اي جزيئات الماء زائد 38 ATP. وهذا هو الاجابه ديال هذا الجزء فقط، هو الاجابه عن السؤال رقم 3. الان ندوزو للسؤال الرابع. اذا السؤال الرابع قالوا لنا اكتب نص مقالي حول اليه انتاج ATP. اذا كنقصدوا باليه انتاج ATP هي الأحداث التي تدور أو تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري وتؤدي إلى تركيب ATP. هذا هو المقصود بآلية إنتاج ATP. وبالتالي اش خاصني نعاود؟ هذوك الأحداث اللي درنا ديال التفسفر المؤكسد اللي كاتب لكم أنا في الدرس، لو رجعت للدرس غتلقاهم مكتوبين حتى هما كيف ما غنوريكم دابا. الآن اقتطفت هذيك الفقرة بشكل كلي من الدرس اللي درنا. الا رجعتي هي هذه الفقرة، هذه غتلقاني كنشرح لك مزيان هذه، وغتلقى ايضا كيفاش كيوقع تركيب ATP بمعنى الآلية ديك اللعيبات، وكيفاش غيوقع هذا الاختزال، هذا شنو غيوقع على مستوى الغشاء الداخلي باش غنوصلو لتركيب ATP. اذا ها هما مكتوبين. اذا اول شيء اكسدة نواقل الهيدروجين المختزله من طرف مركبات السلسله التنفسيه حسب التفاعلات التاليه، ثم انتقال الالكترونات عبر نواقل السلسله التنفسيه نحو المتقرب النهائي الى الذي هو O2، ثم اختزال O2 الى جزيئات الماء حسب التفاعل التالي هو هذا اللي شفناه، ثم ضخ او انتقال ايونات H+ من الماتريس إلى الحيز بغشائي عبر بروتينات السلسلة التنفسية، ثم تشكل ممال للبروتونات بمعنى فرق في تركيز H+ أو فرق في pH بين الماتريس والحيز البيغشائي،
ثم عودة أو رجوع يونت أشبيس عبر الكرة التشمراخ نحو الماتريس، وأخيرا فصفرة ADP إلى ATP من طرف ATP سنتاز حسب التفاعل التالي، وبالتالي تركيب جزيئات ATP. لو شفتوا هذه هي الآلية اللي كتحدث على مستوى الغشاء الداخلي بالمراحل ديالو، وهذا شيء مهم جدا جدا في التفسير كيف ما غنشوفوا في التمارين اللي كتطلب مهارات التفسير. خاصك تكون ضابط هاد المراحل هادو، عارفهم كيفاش كيوقعوا على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. اذا في فيديو اخر غادي نشوفوا هاد التمرين الثاني والثالث والرابع، دونك غادي نوريكم ثاني كيفاش غنجاوبوا، كيفاش كنستعملوا الدرس باش نجاوبوا على هاد النوع من الاسئله. راه خاصك تكون فاهم التفاصيل مزيان، ما تكونش غير شام الدرس وتقول لي ملخص ولا شي حاجه وتجيب غير تخدم هاد التمرين، راه ما غدير حتى شي حاجه. كنأكد لك بانه ما تقدرش تجاوب على هاد الاسئله الا ما كنتيش فاهم الدرس. ضروري خصك ترجع للدرس اللي درنا الرابع من هاد التمرين والنهائي باش ندوزو للمهارات الاخرى ديال التحليل والاستنتاج والتفسير ان شاء الله. اراكم في فيديو اخر.